احنا حتى كاعلاميين وراي عام عندنا اون سول فيرسيون اللي هي نتاع هيئه الدفاع حول الخط التحريري وحول حتى ما قيل مثلا اليوم في نقابه الصحفيين. لذا مهم جدا انه نعرفوا الحيثيات، انه نعرفوا خاطر القضيه أودلا دو موزايكا فام وزملائنا ونور الدين بوتار كصحفي وكمدير مؤسسه اعلاميه، والتي يتبع فيها الراي العام عن كثب اليوم، من حق الراي العام انه يمد بكل المعطيات اللازمه. رياض، والله انا موقفي الشخصي اولا فيما يتعلق بصمت النيابه العموميه او تدخل النيابه العموميه، فانا واحد من الناس عبرت على موقفي في عديد المرات. مش معقول نعملوا قضاء للشخصيات العامة وقضاء للأغنياء وقضاء للفقراء، هذا في اعتقاد يضرب في الصميم وفي مقتل مبدأ المساواة بين المواطنين. مش لأنه فما ناس معروفين تتدخل من أجلهم النيابة العمومية وتوضح حقيقة إيقافهم وإيداعهم بالسجن، وبقية الشعب الغلابة المساكين اللي يومين يتم الزج بهم في السجون على حكايات أتفه من هكا بألف مرة ما يتكلم عليهم حد، وبالتالي ما فماش راهو مواطنين درجة أولى ومواطنين درجة عشرة في البلاد هذه. هو راهو وجود النيابة العمومية وتوضيحها في قضايا دون أخرى، هذا يضرب في الصميم وفي العمق مبدأ المساواة بين المواطنين. يجب أن ننسى أن نور الدين بوتار لحظة ربي معاه الخارج، فما قضاء مستقل يخدم على مش خارج اليوم فقط، باش نحطوا الأمور في نصابها. رياض، اليوم أنه صارت في مقر نقابة الصحفيين باعتباره مدير لمؤسسة إعلامية وباعتباره صحفي قبل كل شيء، على اعتبار سيفته. شفت كيفاش معناتها لأنه واحد مدير إذاعة أو لأنه رجل أعمال أو لأنه محامي أو لأنه سياسي أو لأنه نائب، تقوم الدنيا عليه ولا تقعد، والحال أنه عشرات مئات وألاف من أبناء الشعب الفقراء الغلابة المساكين يتم يوميا إيقافهم والتنكيل بهم والزج بهم في السجون. لحكينا على ظروف إقامة، نحكيو على صحفي اليوم ظروف إقامتهم السجنية، ما يحكي عليهم حد، وبالتالي الرجاء من الجميع النقابة تحكي على صحفي. رياض، هذا الاختلاف براو السيفة متاعه لا تشفع له يا ملاك. راو مش معقول اليوم مش يتم الحديث مش السيفة القضاء هو اللي قرر الإدانة أو التبرئة. نحكيو على السيفة، أنت قلت اليوم علاش اليوم بالذات معناها نور الدين بوتار، نرجع نقول لك لأنه صيفته كصحفي هي اللي خلات النقابه، نقابه الصحفيين ولا حتى اللي سمعناهم هما اللي يعني يحكيوا على قضيته ويتبناوا قضيته. امام القانون ما فماش صفات، فما مواطنون متساوون في الحقوق والواجبات، وتطبيق القانون يكون باحترام مبدا المساواه بين جميع المواطنين. خلينا نتجاوزوا النقطه هذه. انا الحقيقه نستغرب اولا حاجه، نستغرب ان تتحول المرافعات اللي من المفروض تكون في المحاكم ومن المفروض تكون أمام السيدات والسادة قضاة التحقيق أن تتحول إلى الندوات الصحفية والمنابر الإعلامية في شكل من أشكال الضغط على السادة والسيدات القاضيات والقضاة. الحاجة الثانية كذلك اللي نستغربها هو القول بالجزمة بأنه إيقاف نور الدين بوتار وإيداعه بالسجن كان على خلفية الخط التحريري، وأنا حسب رأيي هذا ما ينجم يكون كان استنتاج لدى زملاء ولدى هيئة الدفاع عن السيد نور الدين بوتار وما يلزمهم كان هما، لأنه ليس من المنطقي في شيء القول بأنه تم إيقافه على خلفية الخط التحريري، في حين أنه الإذاعة متاعه موزايك لا زالت إلى يوم الناس هذا على نفس خطها التحريري دون أن يتدخل فيها أيا كان اليوم في البلاد. المحامين نذكروا بحكايه الخط التحريري، ما يصدقوا حتى واحد. نذكروا بحكايه الخط التحريري، ممكن نرجعوا لتصريحات المحامين، يقول لك سئل فقط على المساله هذه وقت التحقيق معه على مساله الخط التحريري. هذاك نرجع نقول لك مهم جدا العمليه الاتصاليه الرسميه باش نسمعوا. انا ديما نقول من دور المحامين لتبرئه منوبيهم ودحض الشبهات عليهم ان يقولوا كل شيء من اجل انهم يبرئوا متهميهم ويدحضوا عليهم الشبهات. النقطه الثانيه يعني لو تسمح، انا مثلا اللي نعرفه ان الامر لا يتعلق بتاتا باي خط تحرير. انا اللي نعرفه انه السيد نور الدين بوتار تم ايقافه وايداعه بالسجن من قبل قاضي التحقيق، واللي مره اخرى نقولها راه ما فما حتى قاضي تحقيق في الدنيا في الكون في العالم هذا يصدر بطاقه ايداع دون ان يكون امامه ملف جدي ومتماسك. انا اللي نعرفه انه السيد نور الدين بوتار تم ايداعه بالسجن على خلفيه شبهات فساد مالي وعلى خلفيه اثراء غير مشروع وعلى خلفيه تبييض الاموال وعلى خلفيه تدفقات
مالية غير مشروعة. هذا أنت تعرفه بصفة شخصية، احنا ما نعرفوش كراي عام. يبقى القول الفصل للسيدات والسادة القضاة اللي أنا واحد من الناس يعني نتيجة للي نشوف فيه من تشهير بهم ومن استهداف ممنهج لهم ومن تشكيك في مهنيتهم ونزاهتهم واستقلاليتهم، أنا كل تضامن مع السيدات والسادة القضاة، ونحب نقولهم ونحب نحييهم ونحب نقولهم راكم انتوما كبار برشا اليوم في أعين كل بنات وأبناء شعبكم، وأنتم راكم اليوم من تينة القاضي الإيطالي فالكوني ومن تينة القضاة الذين حاربوا المافيا في إيطاليا عندما أطلقوا حملة الأيادي البيضاء. وأنا أحيي هؤلاء القضاة خاصة الذين يباشرون ملفات ثقيلة متعلقة بالأمن القومي، متعلقة بالإرهاب، متعلقة بالفساد المالي، متعلقة بقضايا التآمر على أمن الدولة. راهو مش من المعقول في شيء يا ملك أنه اليوم يتم التشكيك في استقلالية قضائنا بهذه الدرجة. وهنا استحضر مقولة للسيد سمير ديلو عندما كان وزيرا لحقوق الإنسان، عندما يلا رياض يلا يلا. بأنه راهو مش أي واحد يعمل اعتصام، ومش أي واحد يضغط، ومش أي واحد يعمل إضراب جوع نسيبوه، لأن بذلك الشكل لن يصبح للقضاء وللقانون أي معنى. وبالتالي أنا نحب نقول سي سمير ديلو يلا يلا عاد رياض، معش وقت، شدوا في بحثكم فقط يطبق عليكم في علاقة بالمعطيات الجديدة اللي قلتها.